عدنان، قلت لك اعطيني سيفي جمال وردة مش جمال بساط. شو رأيك تروح تفتش عليه أنت؟ أنا مش صانع بيك ولا عتل ولا ساعي بريد عندك. أنت صاير بلا تهذيب من وقت ما تركتك صباح. ما تجيبي لي سيرة الصباح الله يخليك، أنا مش قادر أسمع باسمها. هالقد صرت تكرهها؟ لا بكرهها ولا بحبها، بس ما بحب اسمع باسمها، هيدا كل شيء. امبارح كنت ميت عليها وقاتل حالك تتجوزها. من كل أهلك كنت رح أتجوزها؟ لنا من مستواي الفكري ولا من مستواي الاجتماعي. قد ما بدنا نجمل الوضع، اسمها بالنتيجة خادمة. عدنان، أنت بتفكر هيك؟ كل الناس بتفكر هيك، وأنت بالذات ما كان لازم تشجعيني عليها. بونجور عدنان. شو جابك لهون؟ كنت بالحي وقلت بطل شوفك واطمن عليك. أنا منيح وشفتيني، مع السلامة، يلا. عدنان شو بك؟ عيب عليك. قد ما أعمل فيها ما بقصر. الوقحة بطلبها للزواج بلا ما تطب تبوس الأرض وتشكر ربها على هالنعمة بتتكبر علي وبترفضني. خليها تشتغل ببيوت الناس وتنام على كنبية بالصالون. لأنه ما عندها تخت تنام عليه. الحمد لله طلع ما نام. شو كان لذيذ حكيو. من كل عقلك عم تحكي؟ ليش لا؟ اللي عم بيغنوا أحلى مني؟ يمكن لا، بس صوتهم أكيد أحلى. شو عرفك إنه صوتهم أحلى؟ سمعتي لي صوتي شي؟ لا. بدك تسمعي؟ روقي لحط قطن بدنية. بشرفك ولو اسمعي، ما عم بقدر أحكم إذا صوتي بشع أو حلو. شو بدك غني؟ الغنية اللي بتعرفيها. أوكي. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez شو؟ يا أخي شو؟ Quand est-ce que vous voulez venir prendre غني بالعربي حبيبتي، غني بالعربي.
ما بعرف ولا غنية عربي. أقولك بعرف وناسية؟ أكيد بتعرفي وناسية. طيب ذكريني بشي غنية. شو رأيك بشي غنية لأم كلثوم؟ مش سامعة فيها، بتغني عربي؟ غني بقى وخلصيني. آه أوكي أوكي أوكي، هلا تذكرت، ماما الله يرحمها كانت تغني غنية لمطربة اسمها هان فوالا. اطربينا. ليالي الأنس في فيينا نسيم هامين هوى الجنة سماها بكى وغنى. ليالي الأنس في فيينا. شو رأيك؟ استظهار، برافو. غنيها تشوف. هلا غنيتها. هلا أنت كنت عم بتغني؟ إيه نشزت؟ ليه أنت غنيتي تتنشزي؟ شو فهمك بالأغاني؟ هلا هيك دارج يغنوا. نصيحة مني، إذا مصرة إنك تغني، اتدربي كتير على الرقص، لأنه هو رح يكون مصدر عيشي. إيه اسمعي اسمعي المقطع التاني. صوتي مبحوح شوي. يا طيور ها 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 صوتي ها بك شي عدنان؟ كنت فايت جيبي المنصحة والسطل تقنشته في الدرج وسمعت شي عم يجرش. هيدا مش جرش عدنان، هيدا انا عم غني. اول مرة بعرف انك بتغني. وانا كمان. وانا كمان. لازم تغني عالمسارح. هيك مقررة، بس مش عارفة منين بدي بلش. ايه معك حق، لازم تبلشي من مطرح. من وين يا عدنان؟ من وين يا عدنان؟ شو رأيك ببعلبك؟ فكرت فيها، بس بالأول لازم أعمل غنية. ايه مزبوط، لازم تعملي غنية. أنا بعرف شاب صاحبي بيلحن أغاني. عن جد؟ إيه مشهور؟ مش كتير، بس أغاني ضاربة. بتعرفني عليه؟ ياي شو رح نشتغل؟ رنا بتقبل يكون مدير أعمالك؟ إيه صحيح، لازم يكون عندي مدير أعمال مثل خالد عمر. أنا كنت عم فتش على شغلي غير الكناسي والتمسيح والطرش. وشغلك عدنان؟ ما هيدا من ضمن الشغل، الحاكي مع شركات الإنتاج ومتعهدين الحفلات منتصل فيهم منهم ومنتلقى اتصالات لهون وبتاخدي نسبة من الأرباح. شو رأيك رنا؟ سألني إلي بالأول. شو رأيك بالأول؟ أنا رأيي اوعى تدخل الشركة بهالمشروع وتجرسنا. هلقد صوتي عاطل؟ لا، بس بده شوية تمرين. هلقد اموري بير فافوري، ليه ما عم تجاوبت علي؟ لازم طيرت له مساجيو. بس ما بعرف اقرا عربي. وانت وانت عاجبني يا 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 وديات. روعه روعه. عجبك صوتي ما هيك؟ مع شكلك بنعمل امبلي فنيه. تعرفي ترقصي؟
درست 5 سنين أنا وصغيري باليه، ولما كبرت درست سنة باليه جاز ودانس دو سالون. روعة، بظرف سنة بتكوني نجمة ملعلعة بسما العالم العربي. بدنا لحن منك. لحن واحد بس؟ لازم تعمل سي دي. هلأ خلينا نبلش بغنية نشوف ردة الفعل وبعدين منعمل سي دي. أنا حاضر. أكيد بتعرف شعرة، بدنا كلام. بعرف كتير. أي نوع غنية بدك؟ كيف يعني؟ لبناني، مصري، خليجي، مودرن، كلاسيك. جو بريفير لبناني. روعة. ايه؟ شو ايه؟ أي نوع؟ بتخيل بيلبق لها المودرن. المودرن روعة لإلها، الريتميك خصوصي. ما بيمنع الدف من هون، طبلة من هون، بيعملوا جو. خلص اتكل علي. امتى بتكون الغنية حاضرة؟ بكرة مثل هلأ. بهالسرعة؟ بس شفتها اوحت لي بلحن. قبل الكلام؟ هي اوحت لي باللحن وانا بوحيله للشاعر بالشعر ومنركب الكلام على اللحن. شو بدك انت؟ ترك علي. طيب قدي بدك حقا؟ كرمالك انت باخد مع الكلام 1500 دولار. الف دولار بكفي. وحياتك ما بتوفي معي، شعر هالايام بقى يتهدوا. الف، واذا انطلقت منعمل كل الالبوم عندك. مستحيل، ما بقدر نزل من مستواي. بدنا نضطر نروح لعند ملحن اقل مستوى منك لانه ما فينا ندفع اكتر من هيك. اوكي رح اقبل بألف، بس لاني بحب شجع المواهب الجديدة. ميرسي. والدفع بس نلاقي شركة الانتاج. كمان؟ لا ما بتوفي معي. يا زلمة اطلع فيها. ليك شركات الانتاج رح يتخانقوا عليها. اوكي بس ما تقول مسيارتك. فضي حالك بهاليومين، ما بتعرف امتى بتصل. اوكي. ليه ما عم تردي علي بس اتصل فيكي؟ لانه مش طايقة اسمعك عم تنفش بريشك، فخور انك كمشتني. كنت مفتكر انك خجلاني من نفسك من بعد ما اكتشفت انك عم تكذبي علي. بطلت رح اكذب عليك، انا واحمد رح نظهر ليلية وعلى المفضوح، واذا مش عاجبك الموضوع طلقني. عم تتحديني؟ لانك بلا تهذيب وعم بتقلل من احترام احمد وتقصد تستفزه. ليه بدي استفزه؟ ما هيدا اللي مجنني، ما عندك سبب، مع انه قلت لك انه علاقتي باحمد ما رح تاثر على اتفاقنا، وبرضه ضليت تقلل تهذيب معه. انت عم تتصرفي بتهور. اذا فضحتنا السفاره انت بتنأذي اكثر مني. انا حره. بس بدل انك تنأذي بسببي. كنت عم شوفه بالبيت او بالمكتب، صفيت تفل من البيت بتنط من الشباك، استحلى الزلم يشوفني شي مره لوحده، ما بكفي انه راضي بشروطي ومتحمل ظروفي، تتجي حضرتك تزيد عليه وتخربط لي علاقتي فيه. انا عم خربط لك علاقتك فيه؟ ايه. وانت عارف هالشي وعم تعملها قصد. وانت كثير بتهمك هالعلاقه؟ هيدا الموضوع بخصني. ايه هالقد عم بيزعجكن؟ انا مستعد اختفي من الصورة. مش ضروري تختفي على طول، بس الليلة اللي بدي اشوف فيها احمد. ما انت كل ليلة عم تشوف فيه. لا مش كل ليلة. المفروض انه نحن مجوزين ولازم نكون عم نقضي اغلب الاوقات مع بعضنا. نحن مجوزين بالسر والناس ما بتعرف اننا مجوزين ومش مفروض تعرف، وانا من حقي اني اعيش حياتي الخاصة. ليت اللي بدك تشوفيني اتصلي فيي.
ليه بدك تزعل؟ مش عم بطلب منك شيء مش من حقك. لا مش زعلان. شو هيدا؟ هي لما تحكي عربي انجا بفهم عليها. كيف اذا كتبت عربي باحرف اجنبيه؟ مونا موري، انت فكرت غلط، قلت هيدوليك الحكي لانه فرانكو عليه بوم بوم، كان بدو انت ووا، انا خفت عليك، انا بحبيتك كبير مشتقت لك، شو قد السما والبحر، بيرفافوري جاوب علي علي. معقول؟ بابا صباح. تفضل عدنان. مرحبا عدنان. وين بابا؟ بالشغل. وين بده يكون؟ اتصلت فيه ما عم بيرد. بدك منه شيء؟ بدي خبره انه رح صير فنانه. بدك تعملي رقاصه؟ لا. بدك تمثلي؟ ولا بدي مثل، بدي غني. تغني؟ ليه؟ انت صوتك حلو؟ الروعه. اسالي عدنان شو قال عني الملحن. مرحبتين. صوتها حلو؟ الروعة. اسألي رنا شو قال الملحن. صباح سيلتو بلي، اعملي لنا فنجانين قهوة، بدي اقعد انا وعدنان نحكي شغل. عن الغنى يعني؟ ايه. ليه شو خصو عدنان بالغنى؟ عدنان رح يكون مدير اعمالي. ليه تركت الشغل بمكتب نادين؟ لا، رح نسق بين اثنين. انت بتكرهني؟ ما فهمت. شو هالسؤال هيدا صباح؟ هلأ وقته؟ ليه عم تسأليني هالسؤال؟ بصرتك بمنامي عم بتقول انك بتكرهني، بس كنت منرفز وعم بتسرع بحكيك. كان لبقلك. كان لبقلي اني اكرهيك؟ كانت لبقتلك النرفزة والسرعة بالحكي. الو، في اشوفك الليله؟ ما بعرف. فيك؟ ايه في. معقول صدقها بعد كل اللي عملته؟ لك الحمار ما بيصدقك خبرية. بس كل المعطيات بتأكد على كلامها. كتر الله خيرك. برونتو. كيفك؟ ألو. مشتقت له صوتك. طيب وقف بكي. انت مين؟ انت وين؟ بالنادي. انا رحت عليك. الو الو، شو عرفك اي نادي؟
بتعرف حدا من شركات الانتاج؟ غير اللي عطانا اياهن عدلي؟ لا. طيب كيف بدنا نروح نعرف عن نفسنا؟ انا برايي نسجل الغنيه اللي راح يلحنها وبعدين منبرم على شركات الانتاج بنسمعن اياها الا ما تعجب حدا منهم ويتركي فنيا. حلوه هالشقه. ميرسي. بس كيف بدنا نسجل الغنيه ونحن ما معنا مصاري؟ بلكي بيطولوا بالن علينا مثل عدلي. واذا ما طولوا بالن؟ اذا ما طولوا بالن مشكلة. ميرسي. أقولك أنا بحب القهوة. مش رح تحبي هالقهوة. ليه؟ القهوة بيعملوها ببن. والله لهي بشو معمولة؟ حسب طعمتها رزوم الزيتون. فريدو عموري صارت لك شو؟ شي؟ العمى حبك شو مأذي؟ لأنه مشتقت لك قد الفوتبول الأرضية. مش مكذبة، مصادقة إني سمعتك، شفتك. مظبوطة قصة فرانكو؟ مية عمي. أخذني بالأوضة وفتح علي الشباك وزرابني برا فيها وتركني 3 سنين جمعات ساعات أيامات ما في نانا ما في مبوة وعليه بوم بوم بده أنت ماتت إذا أنا ما لك انه انا ما في بحبيتك في بحبيت كارلو. إيه وليه ما فضحتيه قدامنا لما رحت انا وطارق ورنا؟ إيه ما رح يقتلنا كلنا. سي حكيت له لكارلو يعمل لك الو يحكي لك، بس انت فتحت الخط على وجهه والشباك منخوره. كارلو كان عم يجرب يخبرني؟ بلا. يا عيب الشو، اعتذري لي منه لما تشوفيه. ماشي مصدق اني عم شافتك، شو بحبيتك اموري ميو. شو بك شارد؟ مش شارد. عم بضطر عيد السؤال مرتين تتستوعبه. شو قلتي؟ حبيت العشاء اللي حضرت لك اياه. انت طبختي اللبنه والجبنه؟ شو التحضير طبخه بس؟ الطبخ اهم شيء بالتحضير. شادي في شي مرة بحياتك قلت لحدا ميرسي؟ ميرسي على العشاء اللي حضرتي لي اياه وعلى الجهد الكبير اللي عملتيه وعلى الشوكة والسكينة والصحن اللي حطيتيهن على الطاولة. ما كنت شوية بطاطا لو عم بتعشى لوحدي. وميرسي على البطاطا المشوية اللي حضرتي لي اياها. فينا نغير الحديث؟ على القليلة هالحديث خليك تحكي. وما لقيتي غير حديث نحكي فيه؟ شو رأيك بالوضع الاقتصادي بالبلد؟ هذا حديث بيفتح النفس بيسلي وبيضحك. لكن اضحك. طيب فينا نحكي بالموضوع اللي هو سبب خلافنا؟ ليش نحن مختلفين؟ ايه وهالخلاف رح يأثر على صداقتنا. وشو سبب خلافنا؟ احمد. ايه احمد. فيك تقلي بصراحة شو مشكلتك معه؟ أنا ما عندي مشكلة معه، عندي مشكلة مع حالي. حياتي ملخبطة فوقاني تحتقني. ليه؟ عم تشتغل وتطلع مصروفك وناطر الجنسية اللي رح تخليك تحقق حلمك وتسافر وانت تركتها لرويدة لأنك انت بطلت تحبها. وين تلخبط؟ في شي أنا ما بعرفه؟ تعبان بدي اروح نام.
في شيء انا ما بعرفه. تصبح خير. صباح صباح. نعم خواجة فريد. رنا بعدها نايمة؟ نعم. اوعية بدي اعمل صبحية انا وياها. عفوا انت ليه بعدك هون؟ ما رحت لعند طارق؟ خواجة طارق سافر جمعة على هواي وقال لي بس ارجع بتصل فيك. ما قال لي انه مسافر. قرر هيك بين ليل وضحى انه يسافر. طيب وعي لي رنا. بابا صباح اعملي لها قهوه. عم بعملها. شو هيك ما قضيها مغمض عيونك؟ يمكن بعدني نايمه. اقولك نايمه ولا واعيه؟ لا واعيه. مش اكيد بس عم بسمعك. كان معي حق لما شكيت انه فرانكو عم بيهددها لفيكي. شو مين قالك؟ هي اجت لعندي عن الشركة وخبرتني كل شيء. وصدقتها؟ ايه لانه خبريتها منطقية وكانت عم تبعت لي صاحبهم كارلو تيفهمني وانا كنت عم صده. وشو يعني رجعتوا انت وفيكي؟ ايه حاسس ان ردت لي الروح. بعدك بتحبها؟ بتعبي لي فراغ كبير. وبركي خيا نفس تهديد وقتلك. خيا جبان ما بيسترجي يقتلني بس عم بيعذبها. منشان هيك عم فكر اتجوزها وجيبها تعيش معنا هون. ايه في مانع؟ لا ابدا. المهم تكون مبسوط. مبروك. لوين؟ فقت انه عندي موعد مع الملحن. خلص اللحن لازم نغنيه. الله يساعدك يا بنتي عم شريعك ويساعدني ويساعد الناس اللي بدها تسمعك. الغنى قال على دلعونا على دلعونا انا بدي ترغل مثل الحسونة. شو هيدا لحن الدلعونة؟ ايه انا قلت بدي اعمل لها لحن معروف توزيع جديد لتضرب بسرعة. هلأ بدك تدفعنا $1000 حق الدلعونة؟ لا حق التوزيع والشعر. خلاص عدنان انا عجبتني الغنية. كفي كفي. على دلعونة وعلى دلعونة انا بدي ترغل مثل الحسونة. على دلعونة على دلعونة انا بدي ترغل مثل الحسونة. روعة روعة. طيب بتنصحنا نسجلها وناخدها على شركات الانتاج ولا مناخد لهم اياها وهن بيمولونا تنسجلها؟ لشو تحطوا مصاري من جايبتكن؟ انا بخدكن عند صاحب شركة صاحبي عم بيفتش على وجوه جديدة لانه عنده نقص بالمغنيات. اكيد لانه اللي بيغنوا صاحبي هالايام قليل. يعني بصراحة نحنا ما معنا مصاري تنسجل. اي متى فيك تاخذنا لعنده؟ هلا بتصل فيه وبياخذ منه موعد لبكره. بركي بتاخذ منه موعد اليوم. الروعه بيعجبني حماسك. وهلا بجي على النادي للساعه 2 ورانا مفتكرتني عم بشتغل. بس هيديك الست شريره. لما راحت هدوليك المره على بيتك للفيلا تلقيتك اجت هي وصارت تحكي لي انه فريدو خلص ما صار هون وصارت تقشعني من تحت لفوق لما انا قلت لها انه انا خطيبك. بس لما طلعت فيي عم اضحك تشفق مني وخلتني حكي لك. مش كبير شريره. لا بس كنت تحبني من زمان وانا ما تجاوبت معها.
فانجرح كبرياءه. بتحبتك؟ هيدي المارة كبير 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 شريرة، بعد زايد انت ما بدك تحبيتها، انت حر والحب القوة. هاي أول مرة بتحكي جملة صحيحة بالعربي. إذا تحشرت فيك بدي برستا عطايتا. إيه بس أنت ما قلتي لي كيف عم تقدر تجي لعندي هونك اليوم؟ شو الفرانكو حبسك وعم بيقبك؟ نو ارتاحت منه. ما بدي أقول له ولا أسمعه ناس عمري، وجبت له البوليزية زت جوات البيت، وكارلو عم بعطاه مصاري تستأجر شاليه، ما رح سمحته ناس عمري على اللي عمله علي. لو ما بتجوزت كارلو كانت بموت هلا. شو؟ وكارلو كل ساعة بيقلتلي هيدا أختك لازم تتصلحي. روحي. شو فيك؟ ارجعي عديلي شو قلتيلي عن كارلو؟ بعتقد فهمت غلط. كل ساعة بيقلتلي كارلو انه ليه غير هيك بتجوزته. تجوزتي كارلو؟ بس ما بحبيته وبعد شوي رح طلقته. لك شو تكوني انت؟ بدي افهم كيف بتفكري؟ رجعتيلي مجوزة وعم تقولي لي اياها هيك بالحديث؟ نو نو ما صار حال غير اني تجوزته، لانه فرانكو كان بده يا مستحبسني يا انا تجوزت كارلو. بتعرفي شو كنت رح اعمل هلا؟ كنت عليك الزواج. اموري انا كبير متأثرت رح اضحك. شو النفع؟ ضاع كل شيء هلا. نو نو ما ضاع، انا هلا رح طلقته. روحي على بيتك. اموري ولك ما بقى تحكي شيء. علاقتنا من الاول معركجه مثل اختك العربيه، لا اختك تطورت ولا علاقتنا. روحي من وجهي. ولك روحي من وجهي عشان ما ادربك بالعصايه. أهلا أهلا. عدلي ما بلغت أبدا بوصف دموزيل رنا. ما لقيتها الروعة؟ أحلى بكتير مما متخيل. ميرسي. مع شوية رتوش بتصيري نجمة النجمات. هيك؟ قبل ما تسمع صوتي؟ صوت بهالأيام تنوي، المهم الكاريزما والجمال ويكون عندك قبول عند الناس، وحسب خبرتي عندك كل المقومات تكون ستار. المهم تسمعي مني. انا رح كون بات امودلي بين ايديك. الروعه. انا عارف ان الايد كنز. عدنان مرسي على الهديه. انا اللي بدي اشكرك على اللحن ولانك عرفتنا على الاستاذ. تفضلوا بتسمعونا الغنيه ولا بتفضلوا نشرب قهوه بالاول؟ بتوصي على القهوه وبتكون رنا سمعتك صوتها الروعه. مين حضرتك؟ خيا؟ لا انا مدير اعمال. بابا انا مبسوطه كتير تعرفت على منتج رح يمول لي تسجيل الغنيه ويوزعها ويعمل لي فيديو كليب كمان. لك رح تجننيني انت وشريكك الخلطه، كل مره بتطلعي لي بموال اغلى من التاني، كان همومي مش كفيتني. شو بك بابا؟ قلت لك شو بني؟ لا بك شي غير هيك، لانه الصبح حكينا بنفس الموضوع وما عصبت هيك، اكيد فيك السبب. ما تجيبي لي كفيت عينك الخلطه الثانيه. تعمل فيها المرة الشريرة تلعب فيه مثل الطابة. حلو الأسود. لا مش حلو الأسود. جرب لنا الأشعش. مش حلو الأشقر. بلا حلو. ميك أب. هيهات يا أبو الزين. طب اطلع صوته شوي. لخيمة هيدا الماكسيموم. شو الأوتوتيون بحسن شوي بس ما بيعمل عجيب. عليا قامي وجهي.
والجسم ممشوق والناس حواليا ما حدا أحسن مني شو ناقصني تغني رسمة لشوي تلع غمزي من عينيها وشو أهلا نعم لا بلا هيدا أنا شو رأيك؟ بصراحة هيئتك ما بتحب الشقر بحب الشقار الأصلي لمعلوماتك لا مغليم موغو ولا بغيجيت باردو ولا صباح كانوا شقر بالأساس أو مين قالك بحبهم؟ حتى لو ما حبيتهم ما فيك تنكر إنه كانوا بقيمهم من أجمل نساء العالم هلأ من كل عقلك بدك تغني؟ قلو لصاحبك الجديد إنه ابتداء من هالجمعة صوري رح تنزل على 3 أغلفة إن شاء الله يلحق يشوفون ليه ما بده يشوفون؟ بتوصل المجلات العربية على هواي؟ ليه طارق بهواي؟ إيه؟ ما دولي حلمك أنت تروح على هواي حبي حقق لي يا هيك يكونوا رجال يا بلا بدك مين يقدر؟ المهم دولي تقدر دولي بنت ذكية أكيد بتقدر نيالة أنا حمارة برافو مع أنه عادة الحمار ما بيعرف أنه حمار كنت جاي لحتى أخذ رأيك بغنيتي بس غيرت رأيي أنت حرة بس غصب عنك رح أقبل عزيمتك أنت حر شو هيدا حسان حكيم؟ مين يفكر حاله؟ صرنا بعتلو 4 شباب وصبيتين من خيرة الشباب ولا واحد منهم عجبه قلت لك ما تبعتي له حدا ما بتقنعي كل مرة بيرجعوا لنا يا زعلانين يا معصبين يا عم يبكوا كم مرة لازم عدلك القصة تتقنعي كيف لقيتيني؟ بشو؟ كنت مقنع أنا وعم بعمل حالي منرفز وعصبي انتبهتي بأي سرعة كنت عم بحكي؟ هلأ كنت عم تعمل حالك معصب؟ إذا عم تسأليني يعني كنت مقنع ليه كنت عم تعمل حالك معصب؟ هيك عم بتسلى بخاطرك مشغول بس قصة حسان حكيم مظبوطة ولازم تلاقي لها حل اتصلت فيي هنا عم تبكي قال ألا أنت إلك عازي أنا بقول رايحة لعند رنا سجلت غنيتها وبدها تسمعني إياها هيك كان بدي أقول كيف عرفت؟ الظاهر بهم رأيي أنا كمان عزمتك؟ إيه وبما أنه ما بعرف عن وين بيتها الجديد قلت منروح سوا هيدا طبعا إذا ما بينزعج أحمد أحمد مش معزوم آه ما عاد شفتك من هديك الليلة ما اتفقنا أنه أنت تحكيني بس تكوني حرة أو حابة تشوفيني نسيت
فكرتك استحيت على دمك ووقفت تصرفاتك الصبيانية. فضل تكون نسيتي. أنا كنت حاسس إنه أنت ما بقى بدك تشوفيني أو أحمد عم بيخدلك كل وقتك. فإذا لاجيت الليلة بدون تليفون؟ كنت مفكر اتصل فيها بس أوصل على المنطقة تأسألها عن عنوان بيتها. بعدين لقيت حالي هون بالمنطقة وشفت سيارتك تحت. قلت ليش ما منروح سوا؟ بس جيت بدون تليفون وكان ممكن يكون عندي أحمد. لحسن حظك ما كان. بس أنت ما كنت عارف. سيارته مش واقفة تحت. عذر مش منطقي. ممكن يكون صافي في سيارته بمليون مطرح. نادين إذا انزعجتي بروح لحالي. Baby, what's up? Top, 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 top. Come on, come on, come on, come on. What's up? Top, 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 top. على دلعونة وعلى دلعونة. أنا بدي ترغل مثل الحسونة. مش بالضرورة يا شبكون صوتي. طلعوا فينا وما تسمعونا. Top, 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 top. Come on, come on, come on, come on. على دلعونة تصير في النقني. ما بدي إلا أصير في صداني. وإن شاء الله بتوف علي غنائني. بتصيروا تلاقوا صوتي حنونة. تاب 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 تاب. شو رأيكم؟ كتير مهضومة. أنا بقول رح تضرب. أنا بقول بدها تكسر الأرض. لحد اليوم كانت الغنية العربية المفضلة هي الأطلال لأم كلثوم. من اليوم ورايح من اليوم ورايح صارت الدلعونة المودرن لرنا. ليه بدك تقارنها بأم كلثوم؟ ليه ما بتقارنها باللي عم بغنوا اليوم؟ ما فيك تنكر إنه الغنية مهضومة. مع احترامنا لرأيك أنت ما بتهمنا. كاسيتات أم كلثوم تلاقي الدنيا انطرب قد ما بدك. احنا اللي بهمنا هن الشباب اللي بيحبوا الاغاني الايقاعيه لانه هن اللي رح يشتروا كاسيتات وهودي هن يعشقوا. بحب طمنا هودي ما رح يشتروا لكاسيتات لانهم ما بيسمعوها. بهمهم يشوفوها حتى يتمتعوا بمواهبها الجسديه. مع احترامي لرايك بفتكر انه بفهم اكثر منك بهالمجال بما انه الشغله شغلتي. انا بنصحك تروح تفتش لك على شي شغله ثانيه لانه اللي مثلك عم بيشوهوا الذوق العام. شادي شو بيه جنات؟ ليه عم تتصرف هيك؟ معه حق. الغنى مش شغلتها لرنا. بابا ما طلبت رايك. ولا طلبت رايك انت. مبلا، عزمتيني حتى تاخذي رايي. وندمت، لانه عرفت انه ما رح تكون موضوعي ولا باي شغله رح اشتغلها. لانه ما الك علاقه بولا شغله. الشغله الوحيده اللي كانت لصالحك كبيتيها ورا ظهرك بكل غرور وعناد. رح تندمي عليها. إلا إذا ما أجيكي شخص مثلي وعيكي. إذا الشغلة اللي بفكرك هي ذات الشغلة اللي بفكري، أنا بضم صوتي لصوتك. ولو حضرتك ما طلبت رأيي. بطمنك إنه فكرك على فكره. بفتكر شطينا على الموضوع اللي بهمنا، نحن هون تنسمع على الغنية وتعطونا رأيكم فيها. حلوة. حلوة. وأنا بقول حلوة. بقبل ثلاثة من أصل خمسة من الجمهور يحبوا الغنية. أربعة من أصل ستة لأنه أنا كمان حابب الغنية. أنت صوتك ما بينحسب لأنه شهادتك مجروحة. لكن أنت كمان صوتك ما لازم ينحسب. شو بيك حدنان؟ أنا كمان ما حسب لي صوتي. ما هيك؟ إيه مزبوط، أنا كمان ما حسب لي صوتي لأنه أنا معروف رأيي بحالي. إيه بس أنا قصد ما يحسبني لأنه من أول يوم عم بيحاول يلغيني ويستفرد فيكي طيمضي معك اتفاقيات عزوه. فكرك مش فاهم نواياك؟ أكيد مش فاهمين لأن مش هيك قصدي. حقها لرنا رح يوصل له أكتر. بس بوجودي ما بقى كتير ضروري وجودك. لكن أنا رح استقيل. تفضل استلملي أنت أعمالها. حتى استلملي أنا أعمالها بما أنه خبرتي بهالمجال أكبر بكتير من خبرتك. بالإذن. عدنان عدنان لوين؟ سمعتو وجودي ما عاد ضروري وانا ما بحب كون بمطرح وجودي مش مرغوب فيه. عدنان روق. ما بدي روق. تصبحوا على خير. عدنان عدنان شو الجاي؟ انا كمان بدي امشي بكره عندي وعي بكير.
نادين انا رح ابقى بعد شوي. هلا مسيو سهيل بيوقف اذا ما عندك مانع. الي شرف. عدنان ليه ما كنت عم ترد على اتصالاتنا امبارح انا ورنا؟ سرسبتوا علي؟ اكيد تسرسبنا عليك. وصباح كمان تسرسبت علي؟ صباح؟ ايه كمان. شو قالت؟ هيك تكرقت اليوم. انا دايما رايق. بتشربي قهوة؟ امبارح كنت رايق. اكيد. ليه ما بدي يكون رايق تشربي قهوة؟ لانه هيدا المنتج التقيل الدم هينك. لا هيني ولا شي، معه حق. انا شو فهمني بالفن واجواءه، هو شغلته وبيفيدها لرنا اكتر مني. فاذا ليه عصبت امبارح؟ كنت عم بتمرن تصير عصبي. شو؟ وتصير احكي بسرعة. تشربي قهوة؟ هلأ بدك تغير حالك بعد كل هالعمر يا عدنان؟ صباح بصرتني بمنامة اني عصبي وقليل تهذيب، وقال كان لبق. هلأ امبارح كنت عم بتمثل العصبية تتعجب صباح؟ اذا بتحبني عصبي ليه ما بكون مثل ما بتحب؟ ستة كانت تقول الطبع بيغلب التطبع، لو بدها تحبك صباح كانت حبتك من الأول مثل ما أنت. ما حبتني مثل ما أنا، بلكي بتحبني إذا تغيرت. معقول تعمل فينا هيك عدنان؟ أنا مش ممكن أتخلى عنك، وقلت له لسهيل يا بتقبل فيي أنا وعدنان يا بترفضنا سوا. لا لا لا، قلتي له هيك؟ ما تخاف، قبل انك تبقى مدير اعمالي، وحتى رح يتصل فيك اليوم تيعتذر. سيلتو بلي رد على تليفونه. تكرمي رح رد عليه. انت بنت اصل، بس انا مش فاضي يكون مدير اعمالك. القصة عويصة وبتاخد وقت كتير، وهو بيفيدك اكتر مني. يعني مش زعلان؟ اصلا ما كان زعلان، كان عم يتمرن على الزعل. ما فهمت. تشربوا قهوة؟ بشكركن عدمكن. اثنين كانوا معصبين وواحد عم يتمرن ليعصب. شادي عطول هالايام معصب وربك بيعرف ليه، وانا مش قادرة اتحمله، ما بيجيني منه الا وجع القلب. بس بلش اتقرب من احمد وابعد عنه كأنه بحس بيطلع لي من تحت الارض وبيرجعني شي 100 خطوة لورا. بس بيك شو بو؟ بابا مثل شادي، ما رح يعجبه شي بعمله الا اذا كان زواجي من طارق. اصلا هو كمان صاير عصبي هالايام، اكيد عم يتعذب بسبب سينيورا فيكي. ليه ما بتحكيها وبتطلبي منها تبعد عن طريقه بقى؟ فكرت فيها. اقولك بحكيها ولا ما بدي؟ خصبي حالك بحكيها. ناسي انه بيك ما بيسواله الانفعال؟ بين اخبارك واخباره صاير هالزلمة على رأي ستة، هبة باردة هبة سخنة. ومعك حق. فيي اعرف شو بابا؟ ما بيكفيكي شو عملتي فيه؟ رانا الحمد بالله انك قلتيلي حكيتيني. فريدو ما عم بيرد فيي تا اشرحتله عن موضعي. بير فافوري خليني اسمعك اشوفك تا اشرحتلك تا انت تشرحتيله. وتكذبي علي مثل ما كذبتي عليه؟ نو العظيم والله ما رح كذبت. اشرحيلي على السيلولار. نو نو الخبرية كبيرة قليل، بدها واقفة قاعدة. قولك بروح بشوفها ولا ما بصدقها؟ ما صار في أمل غير تجوازة كارلو، بس أنا ما بحبيته وبدي طلقته بعد كم سنة. كم سنة؟ نو نو مش كم سنة، كم ساعة. كم ساعة؟ يوم. وهو رح يقبل أنك تطلقيه؟ كارلو كتير شو يعني؟ يعني طيب
سي كارلو كبير طيب، وهو بحبيتني وما بحكيني لا عشو شي. مازال هالقد منيح، خليكي مجوزتي واتركي بابا بسلام. انت بتعرفي انه صحته على قده، واذا بيصير له شي بتكوني انت السبب. بس انا بحبيته وما في يموت بلاه. عن جد بتحبيه؟ لو ما بحبيته شو صار علي مصلحة امشي وراه سريع سريع؟ مظبوط، ما بقى عندك مصلحة تركضي وراه الا اذا كنت بتحبيه. رح بتساعديني؟ ايه، لانه بابا كمان بيحبك. هيدا خيك وجريم، ما رح اسمح له يعذب بابا. ديموازيل نادين عم تعمل جهدها، صارت بيعت السي في تبعك على ثلاث شركات، شركة سفريات اسمها جولات لصاحبها جيسكار أبي نادر، وشركة استثمار اسمها بي تي اس، وشركة تصدير اسمها شو اسمها يا عدنان، شو اسمها يا شي 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 بيبي بحرف النون. بعد ما ردوا علينا خبر، بس يردوا علينا خبر ببقى بتصل فيك. عم هالناس شو صايرين لجوجين؟ صباح الخير عدنان. الهيئة بعدك معصب. شو في شي بيروق؟ معك حق، بس انت ولا مرة كان يأثر فيك شي. شو انا مش بشر؟ ما عندي احساس واعصاب؟ الهيئة مبلا روق ما بدها هالقد. عمر شو بقدر بخدمك؟ ماشي، بس جاي اطمن عليك لانه امبارح تركت منرفز وما عاد رديت على تليفونات حدا. سملي بدني هيدا المنتج المغرور. معك حق، كلنا ما طقناه، بس رنا ما قصرت فيه وصار بده الستره. اتصل فيي واعتذر مني، ترجاني ترجع استلم اعمال رنا، بس انا اصريت على موقفي. ليه؟ كان لازم تقبل كرمال رنا. انا ما بحب هالخزعبلات، ورنا تفهمت الوضع وانا رح ادعمها من بعيد لبعيد. هيدي الشغله اساسا كانت عم تاخذ من وقتي، ونادين ما بتقدر تستغني عني، فهمتي؟ شو بتحبي تشربي؟ ما بدي الهيك عن شغلك. ما بتلهيني اذا فليتي بعد نص ساعه. شو بدك؟ لشو نرفزت امبارح؟ أنا شو عملت لك؟ قللت تهذيب مع المنتج. بيستاهل. وجرحتها لرنا كرمال مصلحتها. أنت واحد أناني وبلا إحساس، تعمل اللي براسك بدون ما تهتم لشعور الناس. وأنا زهقت، زهقت منك ومن تصرفاتك، زهقت زهقت. انت في شي منرفزك غير اللي صار امبارح؟ تراكمات منرفزتني، وجودك بحياتي منرفزني. بدك مني كل شي وما بتعطيني شي، بعمرك ما عطيتني شي، دايما عم تاخد. بدي اياك برات حياتي.